حتى انت يا عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الشعب الجنين، أيها الشعب الكيوت الجنجي المزين، أيها الشعب يلي شادها في بعضها تقطيع وكله مشدينها في جرته، ومع ذلك قاعد يحساب روحها شعب حنين. تيشن حالكم. حكومة مصر حاليا واهتمامها بالوضع الليبي مدوبل وعلى عينك يا تاجر، هذا من غير علاقتهم الواضحة بباشاغة والمنفي وحفتر وسريكي مريكي غادي حتى جماعة البرلمان. أصلا قالوا نفي روس ميليشيات مشو داروا لقاءات غادي تحت المشري، المشري قالوا بشي غادي يا فاهم، مش ابدا في التجليز يا مشري، مش اخواني بروي وز شاكك متفرجش مسلسل اختيار حبيبي انت واضح عليك. لا عادي يا حبيبي فيلم صالح، لا عادي يولي فيه تسميات، لا عادي يولي فيه عداوات افلاوس وبس. اما التسميات التانية والمواضيع التانية مش جاية الا على ظهر المواطن البسيط. عفا كيف حاز ده السيسي انت شلبخهم شلبخهم في المسلسل هو يا حبيبي في المسلسل لو جابوله باتمان وسوبرمان راهو طلعهم اخوان وشلبخهم، وراهو طلع في العيد زي ما طلع في العيد وحلف وقال كل حاجة صارت في المسلسل وكل كلمة قالت صح 100% وحلف. يا راجل رد بالكم. لا السيسي ما يكذبش واللي عجبه مسلسل الاختيار ومحسش انها فيه كذب بكل وتسليز يمشي يتفرج على الفيلم اللي داروه في نهاية 2021، فيلم اسمه السرب اللي مفروض فيه الاحداث اللي صارت من ضرب القوات المصرية في دارنا وكيف انهم دحروا الارهاب وطلعونا احنا الاشرار وهم الدقفلتات. برا اتفرج بروحك اخوي وقولي شرايك بالله. جيف واه كيفك يا حبيبي، قصدي ايه يا ريت عنا سيسي زي سيسي طاير ببلادهم طيارة مش عمار واحد وطرقه امور طيب عرفه. ربي عينك اخوي على راسك المربع، ربي عينك اخوي. لما انت تبي رئيس جاي بش يخدم اللي عنده ما يصرفه بس واللي ما عنداش يعفس عليه، معناها المشكلة فيك حبيبي. انا نبي رئيس يلها باللي ما عنداش قبل ما يلها باللي عنده. لو انت تبي رئيس يخلي بلادك مديونة بأكثر من 400 مليار دولار موضوعك يا برو. انا مدبي يجينا رئيس يحافظ على كل قرش يطلع من البلاد وينصرف في البلاد وعلى اولاد البلاد واكيد حتى بنات البلاد يعني باش النسويات ما يزعلوش. لو انت تبي رئيس يصرف لك على اعلام دربوكا ويحط لك ملايين في مسلسلات كلها كذب في كذب وتشويه لتاريخ حنا حضرينا هكي موضوعك. انا مش هنكتر دو قلبة في الاعلام لان نخدم في الوسط هوا، لكن انت مفروض تبي احسن من اللي قاعد عندك تو. لو انت تبي رئيس اللي لما القدس كانوا يهبكوا فيها من كل تركينا في نفس ذات الوقت فتح لي سينا بارتيات في رمضان، معناها ان شاء الله تبر اخوي. زينة يا عبدانا الله يرقد لك عبدانا في الدجة. شو زينة يا برو، زينة كل يوم يصير فيها عمليات رهبية وخشة بعضها خيك تدويكي يا برو. اي تخيل هذا كله صاير في سينا رسمي، تقدر تخش على جوجل وتشوف بروح. انت لو تبي رئيس يطمع لك في رزقك ولما ما تبيش تبيع هولة واللي جيشة يحبسك مربوح. هذا اللي صار لمالك شركة جهينة على فكرة، جهينة انت الحليب. لما تبي رئيس يجي ويقولك احنا فقراء وبعدين يلومك ويقولك انت تاكل هلبة وتجيب في صغار هلبة بلاش انت تبي ينديل، لا ويطلع كرهابي واخواني ولو تدوي ولا تتكلم على غلاء الاسعار لما يغليهم لك يطبك. ولكن مع هذا كله لو انت تبي هذا النوع من الرؤساء حبيبي دير انتخابات وصوت له. على الفكره قال لك كسرت والجفره خط احمر ما جغبوب حطها في جيبك. حبيبي تبي ميه في ميه حتى بنزين انت مخلطه بالميه يا برو. يا رجل صغرته قدامنا الناس اللي كنا نحب ونتبوهم ونتفرج عليهم، حتى احمد حلمي ناظمه كوبس اللي جاي روحها في ليبيا انخلع. بسم الله حبيبي بسم الله. طب معقوله ما لقيتش حد يمثل دور ليبيين يتكلموا ليبي حقاني؟ انت تمشي لسيدي ستارز بس طالعك وخلاص تلقى سبعه معنكشين في عنفكتك. وانا وبربش وندور عليه معلومات اكثر باش نحطها في الحلقه لقيت عبد الله الشريف واللي هو صانع محتوى مصري مشهور على اليوتيوب منزل فيديو، وبما انه معروف انه معارض للحكومة المصرية وسياساتها قلت نشوف بالك لقطوا معلومة من هنا ولا غاد، خاصة انه شفت فيديوهات انه هو يتكلم على شخصيات مشهورة اسلامية وتأثيرهم في العالم وجوضاكا وعجبوني فيديوهات، ولقيت حاط انه موضوع الحلقة بينزل في مسلسل الاختيار 3 قلت ندور فيها في السميل لقيتها في الوطاء. وانا نتفرج لقيت عبد الله في نص الحلقة قال انه في ضابط شرطة معدب مواطن وحاطه في الكوفن ومخليه يقول كلام وانا كذا وانا كذا. المهم فيديو بشع جدا وفي منتهى الزفات الانسانية، فانا اتحمست وقلت لازم ضروري نقوي العيار في الحلقة. لعند ما قال وحق الضابط راهو مش ضابط مصري وراهو ليبي. اوبا
وقال لنا اسمه حسامه عبد الوهاب وامه اسمها فلانه الفلانيه. اوبا، وهو ضابط في الجيش الليبي ومواليد طرابلس. الدبل اوبا. وقال انه كان في الكتيبة 106 وحارب حتى مع حفتر. ليه رجل؟ فعلى طول خشيت على الموقع اللي هو حاطه في قناته اسمه موقع الحقيقة، وبعت له نفس المسج على الانستا وقلت له يا عبد الله انا صراحة في الحلقة كنت استنى فيك تقول كلمة وتستثني فيها باقي الشعب الليبي على تصرفات شخص واحد ممكن على حسب كلامك انه يكون ليبي، ومفروض حسب كلامك انت قلت ان هو دار جريمة في مصر منتحل شخصية رجل امن مصري. من وقت ما نزل حلقته لوقت انا نصورته في الحلقة عبد الله مازال ما ردش، هو غالبا مش حيرد لنا عنده متابعين هلبة ما شاء الله. وانا ممكن لو كنت بعت له مسج بعنوان شاهد قبل الحدث فستان السيسي سوف اقع بعد دقائق لو ممكن نرد عليه بسرعه الله اعلم. ما علينا. مشيتش في عبد الله وبس. واحد تاني اسمه عماد البحيري او البحيري ونزل خبر استدلالا على كلام عبد الله، ونزل صوره هذا الضابط اللي هو مفروض ليبي، ونزل صورته هو مصور قدام سياره مكتوب عليها كتيبه 106، وقال ان هذا الشخص كان يحارب مع حفتر، وحتى الاعلام متاع الحكومة المصرية نزلوا في جريدة المصري اليوم وقالوا الداخلية اعلنت على القبض على ضابط الشرطة المزيف. أن 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 أن. وفي المقالة بعد ما المصري اليوم نزلوا في عبد الله قالوا ان بعد القبض على الشخص اللي منتحل هوية ضابط اللي جنسيته من احد الدول العربية، قال لك هو ما بينتقم راجل اخته على خاطر هو الراجل متزوج اخته عرفي وابتزها بصورها مشى هو كدالة وصوره بش ينزل والفيديو يبتزها بيه عرفه. تياسر لك راتي عبدو. حتى الاعلام المصري النوتي نزل وقال انه شخص يحمل جنسية احد الدول العربية احد، وانت قلت لي بطول يا حبيبي وحشاته في راسنا اللي هو مش مشكلة. بما انك شخص تقول على روحك انك انت شخص حقاني فياريت نتأكدوا من المعلومة ونجيبوا جواز سفر ونشوفوا اعتذار في واحدة من الحلقات الجاي. وعماد نزل صور الشخصة، واغلبية صور الشخصة مع ناس واضح ان هم كيف متخرجين من الكلية متاع الضباط اللي في مصر. وبما ان الموضوع خشف صحيح حطونا صورة جواز سفر، هذا كان ليبي. واصلا توا بعد ما تنزل الحلقة يا وينزلوا صور الشخص هذا، احنا ليبيا شرعنا شرع، واغلب الناس على النت تقول احنا نعرفوا بعضنا، فبالله اللي يتعرف لي على الشخص هذا يقول لي هل هو ليبي ولا مش ليبي. لنا عادي يا حبيبي، الصداقة اللي بين السيسي والحكومة المصرية وحفتر ما يصير، وعادي جدا مش مستبعد ان حفتر كان جايب ناس من دول مجاورة باش يحاربوا معه. تيو حتى كان طلعوا له جواز، تطلعت الجواز سهلة، تبي نطلع لك واحد؟ واهو، لو الناس تعرفوا عليه وطلع الموضوع صح نطلع حتى ننهزب معك، لكن لو طلع الموضوع عكسكي يا ريت تطلع وتتأسف. شكرا. ما علينا، مع انتشار الإشاعات وانتشار فكرة ان الناس معاش تتبع في مصادر موثوقة ومعاش اصلا الناس عندها ثقة في اي مكان، ومن جهة تانية يصدقوا في كل كلمة تنقال، فخلينا نمشوا للترهوني نشوفوه الناس ينقلوا له ونولوكم من جديد. الاخبار شنو الجو كيف الحال؟ طبعا معاكم احمد ترهوني من الشارع ورجعنا لكم من جديد نسألوا الناس. وقبل كل شيء وصلتني هديه من برنامج المخزن، الحق قايمين هبيه ديما بارك الله فيهم، بارك الله فيك فؤاد على الهديه، ولا الحق ما كنتش صحيت وخلاص. خلينا نفتحوها مع بعض ونشوف ان شاء الله قمها بينا المره هذه. بسم الله. هذا شني؟ هذا شني فؤاد؟ جاب لي مايك لعبة، عايش في تركيا وتهيج وفلوس ودنيا وانا جايب لي مايك لعبة هذا قدري؟ مش معقولة هكرة، انا مش حنخدم الخدمة هذه خلاص. شني هذا؟ مني شري؟ يا فؤاد لا خلاص انا علاش؟ علاش لا انا اسف فؤاد، خلاص عادي حتى ما نستخدم وسؤال الحلقه اليوم، علاش الناس تصدق في الاشاعات وما ترجعش لمصادر موثوقه؟ لي بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. هو الحق يا ربي، يعني في المبدا ديما احنا اللي بين نحبوا الاشاعات الحق يا ربي، طول نصدقوا فيها وننشروا فيها الحق. ودائما كنت نقول لك يعني ان احنا الوعي ناقص عندنا بدرجه كبيره يعني صح. وعدم الثقافه بسبب الاشكال، وما فيش اهم شيء ان مصدر موثوق ترجع له باش تقدر تاخذ منه المعلومه الاكيده.
وإن شاء الله في جديد كل واحد ديما يتأكد من نفسه بالضبط يعني يتأكد من مصدر ما يتكلمش طول مش أي حاجة يسمعها يجي يعودها مش أي شيء ينشره. فلهذا يعني ديما نحب نقول له أنه هو خلي عندك وعي وخلي عندك تركيز وثقافة وتتأكد يعني تتثقف بأنك أنت تبحث حول المصدر من عدة وتشبه من عدة أشكال باش تلقى روحك يعني ديما أنت صح وديما ماشي في الحاجة صح. إن شاء الله ربي يهني البلاد ويستر العباد. يلا الأشياء تشبه فيها هي المبدلة جو كلها واللي صاير الحرب المواضيع عيال كلها هي سبب رئيسي عرفتها في هالمواضيع صاير. قصدي انت فروض تركز موضوع اول فتنة هذه ماذا بك بدايتها تعرف ساسها من راسها بشي فيش ما فيش فهمتها لان النص اللي صيرنا احنا مواضيع هيا. وعلاش الناس بقى بتمشيش المصادر موثوقة ولا مفيش انت تشوف مفيش مصدر موثوق كلها بتقول وكلها بتسمع مفيش مصدر موثوق هل بصفحات ينزلوا كل مرة ينزلوا الخبر كل مرة خبر كل مرة جيت موضوع تاني فهمت انت مين بتصدق مين متعرفش ما بتشوف بعينك بتصدق بتسمع سامع كل اللي سمعنا منها صح صح. فان شاء الله شو بنقول لهم ولا الا ان شاء الله خير ان شاء الله اهم حاجة واحد يركز ديما فيها هي الفتنة راهو بدايتها هي بالنسبة للإشاعات الواحد مش اللي كل حاجة يسمعها يعني يصدقها ضروري ما يثبت من يثبت من المصدر من المصدر وبعدين يعني يقدر يوصلها لمكان تاني ولا يقولها لحد تاني ولا كذا فهمت بالضبط لأنها تسبب في مشاكل الإشاعات بالضبط بالضبط تسبب في مشاكل وفي نفس الوقت شو بنقول لك لا اله الا الله محمد المشاكل رسول. اللي صايره مثلا نقول لك انا في مشكله في البنزينه وهي مثلا في شيء فخلاص الدنيا بتصير زحمه وتصير كذا هذه سببها شنو سببها اشاعه صغيره تلقى روحها تلقاها كبيره صح. ولا يا اخوي موضوع الاشاعات الناس اللي زي ما تقول تسمع اللي تسمع زي ما تقول حتى في شارعنا اللي بتقول فهمت علي حتى يشوف مثلا منشور على النت ولا حاجه اللي اي يبدأ حاجه ينشر فيه يبدا ينشر فيه لكنه ما يمشيش للمصدر يمشي هذاك يمشي بيه نتاع زي ما تقولوا مثال على البنزينه مشكلتنا في البنزينه هي مشكله البنزينه هي بتكون من الشركه من صاحب شير مش عارف من شين لما تقصوا الموضوع شيك البرق عشان قالت قالت ان البنزينه كويسه البنزينه كويسه ما مين تصدقوا على شيك البرق ولا حتى انا شخصيا سيارتي بروح من البنزين الله غالب وقفت فهمت علي بقى مين بتصدق صاحب الشارع وبتصدق صاحب الواحد وتصدق الناس فهذه تولد الإشاعة من تو هذه تولد الإشاعة أما مرات الموضوع صح قصدي زي هلبة مواضيع صح لكن الموضوع الإشاعة هلب فهمت علي شو تصدق وباري مصدر لي شاعة باري مبارك المايك يا تروني من جارك ولا السماعة فخوي تربح فيك أرجوك واشحط روحك ونسكروا حدودنا ونلزوا اللي مش منها ويبي يخربها ونقعدوا مع بعض جميع ونلزولنا أي بوت عسكري سواء جاي باتفاق سياسي ولا من تحت الطاولة ونرجعوا على السكة خير ما يجينا يوم نبدو ناكلوا بالعنافق وغررضة يا سويدي. وفي نهاية هذه الحلقة إن شاء الله ربي يهدينا ونفيقوا ونسبقوا بعضنا على المكاسب الشخصية والفلوس ونفوتوا المزايدات الوطنية والدينية وجوالك وهذا موضوع إعلام مصر وسكرنا بابه ولو في حد دواء مرة تانية وميجاش ما يرد عليه أنا قاعدين إن شاء الله وبإذن الله من هنا للحلقة الجاية الأمور تتحسن ولو حتى شوية. السلام عليكم.